هنعمل عيش بالطماطم والاعشاب، مقاديره بسيطه جدا، شويه دقيق هنحط عليه حبه حاجات، العجينه هتخمر ندخلها الفرن بس. مقادير الخبز اللي بالطماطم والاعشاب عشان برضو نبتدي نعجن فيه قبل الفاصل، تمام؟ عشان ننجز وقت. خبز الطماطم والاعشاب عباره عن ايه بقى؟ معايا 4 كوبايات من الدقيق، تمام؟ ممكن ايه يعني الدقيق طبعا اللي احنا محتاجينه يكون مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا عشان يطلع قوي ويعمل لك كده ايه لف من العجين، او يعني لفه عجين كده لما بعد ما يتخبز يبقى حلو، فمحتاجين دقيق قوي، تمام؟ 4 كوبايات. هنحط عليه رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ونص كوبايه من خلطه اعشاب كده اللي هي الاعشاب الايطاليه، عباره عن زعتر، ريحان، اوريجانو، تمام؟ حلوين جدا مع بعض كده، ايه معلقه صغيره من كل حاجه فيهم ونحطها مع المكونات. هنحتاج بقى في الاخر بيضه، نحط برده كوبايه من عصير الطماطم، معلقتين كبار من زيت الزيتون، ميه دافيه طبعا عشان نعجن بيها، وبنقدم معاها الجبنه الكريمي والطماطم التشيري. بس كده وصفه تحفه تحفه للعجين اللي احنا هنخبز بيه العيش دلوقتي. يلا نعملها. ادي الدقيق، دقيق اهو، المقادير اهي، شكرا يا استاذ احمد. دقيق مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا، هنرش عليه بقى رشه ملح ونضيع الملح كده في الدقيق، ايوه. هنحط السكر على الدقيق، وهنحط الخميره، تمام. الدقيق حطيت رشه ملح وقلبتها كده، وبعدين حطيت السكر والخميره، هنحط الزيت، نحط زيت زيتون او زيت عادي هينفع مفيش مشكله. هكسر هنا البيضه، بس انا البيضه الحلوه دي ايه عايزه اضربها قبل ما احطها على العجينه، اجيب لها كده شوكه. لازم نضربها الاول قبل ما نضيفها كده اهو، ونقوم حاطينها معاهم بهذا الشكل الظريف، والاعشاب اللي احنا قلنا عليها الزعتر والايه والاوريجانو والروزماري، نقلب الكلام ده كله كده مع بعضه، تمام. معايا بقى ايه الطماطم المضروبه في الخلاط، هناخد منها كده كوبايه واحده، وبعدين هكمل العجن بميه دافيه كده اهو بهذا الشكل الظريف اهو، ميه دافيه. تعالي يا ميه، نجيب كمان من الايه من الميه اللي ورا دي، نبتدي بقى ايه نعجن العجينه ونلمها كويس قوي قوي بالميه. بصوا سهلة قوي، مش هتاخد منكم أبدا أي مجهود ولا حاجة، وبتطلع طعمها حلو جدا. الأعشاب مع صلصة الطماطم اللي احنا حاطينها في على الدقيق بتعمل طعمة حلوة قوي ليه بصراحة، تحفة كده اهو كده اهو. هفضل بقى ايه عشان تبقى حلوة معايا ضروري ان انا افضل اعجنها والم العجينة كده كويس قوي كده اهو هذا الشكل الظريف، ويفضل انها تكون بتلزق سنه، فانا ايه هزود بس كده معلقه كبيره كمان من الميه كده. وطبعا زي ما انتم عارفين ما دام فيها خميره يبقى لازم نسيبها تخمر، هتحتاج تقريبا نص ساعه في الحر اللي احنا فيه ده، هتلاقوها خمرت على طول بس كده كده اهو. اهم حاجه بس ايه انها تتعجن حلو كده اهو، ولا محتاجه تاني رشه دقيق ولا اي حاجه بس كده. عايزه ارجع الميه دي هنا كده ورا، شكرا يا ميه. ومعايا بقى ايه صينيه بتاعه الانجليش كيك اللي هي طويله كده دي، عارفينها طبعا، ريحه الفاهيته حلوه قوي خطيره. هندهنها دهنه
زيت زيتون كده اهو في الصينيه، نوزع زيت الزيتون كده كويس، واخد العجينه القمر دي الخطيره، لفها كده على بعض. طبعا هي كده ما اتعجنتش حلو، محتاجه تتعجن حبه حلوين 4 5 دقايق ولا حاجه، ونحطها كده في النص ونغطيها بفوطه ونسيبها. فوطه بقى كده، فوطه مطبخ نظيفه ولا حاجه، وتسيبيها كده اهو هتخمر لمده نص ساعه. بعد بقى ما تخمر هنعمل ايه؟ نقوم مدخلينها فرن سخن، هتاخد لها تقريبا في حدود مثلا 40 دقيقه 35 دقيقه. انت بقى محتاجه تبصي عليها وما تفتحيش عليها الفرن قبل ربع ساعه على درجه حراره 180. تمام، هتلاقوها بقى ايه، كبرت كده وبقت ظريفه. اول ما تطلع من الفرن يا جماعه بطراطيف صوابعكم ترطشوا عليها كده ميه، وغطيها برده بفوطه تاني كده وسيبيها 10 دقايق، وبعدين طلعيها من الصينيه تبقى تحفه وخطيره كده.